طريقة الربح من بنانسي او طريقة الدخول للربح من بنانسي اتغيرت، عشان كده عملت لك فيديو صغير اوضح لك ازاي بكرة، لان البونص بكرة حضرتك. اول حاجة صباح الخير، انا لسه داخل سخن عليكم ان الفيديو صغير. بكرة هينزل بونص ب$10 على كل الناس، اي حد بيدخل اول واحد بيستلم البونص فوري ومباشر. طبعا الاسئلة كلها هتلاقيها موجودة دلوقتي حالا على قناة الايردروب على تليجرام، تاخد الاسئلة وتخزنها عندك، واول ما البونص يفتح تلقائي هتدخل تحل الاسئله وتكسب البونص بتاعك. وهسيب لك طبعا فيديوهات اسفل الفيديو يشرح لك ازاي احنا كنا بنحل الاسئله. طريقه الدخول اتغيرت، فعشان كده حضرتك مش هسيبك كده ضايق لحد بكره وتقول لي عم احمد ندخل ازاي وعم احمد نتعامل ازاي. لا طبعا حضرتك هشرح لك النهارده دلوقتي ازاي تجيب البونص من على محفظتك، لان الطريقه بتاعته اتغيرت. صباح الفل عليكم، واحلى لايك ينزل دلوقتي لو عجبك المحتوى، وندخل في الشرح على طول. اول حاجه طبعا لازم يكون عندك محفظه حضرتك ومفعل الهويه عشان تقدر انك انت تستفاد من البونص. لازم تكون عندك بالشكل ده، واحنا عملنا يجي حوالي 20,000 فيديو ازاي تفعل المنصة، بتتفعل باي هوية وخمس زي بيكون عندك محفظة. ثاني حاجة حضرتك هتيجي هنا على الشريط ده، خلي بالك اهو في شريط من تحت تحت الصور، خلي بالك في الشريط مش هندوس على الصورة، هتدوس كده بالشكل ده. طبعا انا بشتغل بايدي الشمال لان ايدي اليمين دلوقتي واخد اجازة، فمش هينفع ان انا اشتغل بيها. بتدوس على الشريط من الاسفل بيظهر لك عندك كل الخانات عشان ما تتوهش نفسك. 1 2 3 4، 1 2 3 4، تدوس على رقم 4. نفس الكلام برضو ما تدوخش نفسك عشان لو انت ما بتعرفش تقرا مثلا اللغات والكلام ده، 1 2 3 4 ودوس على رابع خيار. الناس بقى اللي ما دسستش لايك يا جدعان احلى مسا عليكم. بتدوس على رابع خيار بيقول لحضرتك ده العرض هيبقى موجود هنا من دلوقتي، من بدايه اليوم هيبقى موجود هنا. طيب عشان تدخل العرض بتيجي هنا حضرتك واهو في الاسفل، خلينا اقربها لك عشان برضو تبقى واخد. تحت البونص هنا بتدوس عليها بتقول له اوكي، ومجرد ما بتدخل عليها بتلاقي عندك في نفس البونص اللي احنا كنا بندخله زمان. طبعا في الاول كان بيظهر لك الصوره، وبسيب لك الرابط وبرضو هسيب لك الرابط، ولكن الرابط دلوقتي مش اكيد، لازم تعمل الحركه ديت من جوه محفظتك. ده اللي بيأخر الاعضاء، او ده مثلا اللي بيطول على الاعضاء. طيب لو حضرتك مش لاقي الكلام ده وانا واثق ان انت هتلاقيه، هسيب لك رابط مباشر اسفل الفيديو او موجود عندنا في قناه الاير دروب على تليجرام وموجود في اول التعليقات. هتدخل على الرابط بالشكل ده، هو الرابط نفس اللي هنا نفس اللي هنا بالظبط، ولكن هنا احنا بندخل من ويب. يا جماعه مشكله الويب مش كل الدول العربيه بتفتح عندها، يعني مثلا عندك بعض الدول زي مثلا الجزائر، فلسطين، العراق، هم حاليا مدعومين ولكن مش البونص بتاعهم مش بيظهر في الويب. فانا شرحت لك طريقتين تعرف تجيبها ازاي من قلب طريق. هتاخد الرابط وتقول له افتحه في اي متصفح يعجبك. بمجرد ما بتفتح الرابط بالشكل ده، الناس اللي لسه ما عملتش لايك يا جدعان، بمجرد ما بتفتح اللايك يا صاحبي بيقول عندك بمجرد ما بتفتح الصفحه عفوا بيبقى عندك كل العملات، بس لازم تبقى عامل دخول، تدوس على الثلاث شروط من فوق وتعمل دخول. طبعا تشوف انت مسجل بايه، برقمك او بتليفونك، وتعمل دخول عشان البونص ينزل على الايميل اللي انت هتسجل بيه. باسهل منها ما فيش. طبعا الطريقه اتغيرت وعشان كده عملت لك شرح عشان بكره تبقى مستعد. احنا بكره لو لحقنا ان احنا نعمل اسئله لايف زي ما احنا عملناها الاسبوع اللي فات هعملها، ولكن الاسئله بتكون للناس الكتير، يعني اي حد بيهجم على المنصه بيدخل يكسب بسرعه. انا سبت لك الاسئله، سبت لك طريقه الدخول، ما تنساش تعمل لايك ونشوفك في الجديد على كوين 3.